السلام عليكم. بينها التمديد لقرار تاريخي، الملك سلمان يقر ميزانية 2020 ويبشر السعودية. إن لم تكن مشتركا في القلب الشرق لتتواصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية، أعلن العائلة السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن الإنفاق المتوقع في ميزانية 2020 يبلغ 1.02 تريليون ريال سعودي. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية واص، أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة الميزانية اليوم. ووجه الملك سلمان كلمته للمواطنين والمواطنات، وأعلن فيها الميزانية التي قال إنها تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي. وقال العاهل السعودي: إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمارات متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية. وأضاف: يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية 1.02 تريليون ريال. إن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعد هذه الميزانية استمرار لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع مستوى جودة الحياة ودعم خطط الإسكان. وتابع: وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، كما وجهنا الوزارة والمسؤولين كلا فيما يخص بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما يتضمنه الميزانية من برنامج ومشاريع تنموية واجتماعية. وفي الأخير، إذا أعجبك الخبر لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والتعليق.